السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين فضيحة جديدة في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وين يكشفها الإعلامي حسين جناد يوم الخميس عن فضيحة جديدة في بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفار. يعني الناس يكذبوا كما كذبوا سعيد فلاق، كما كذبوا في الراتب الشهري تاع المدرب بالمنتخب الوطني نهار اللي يهدر رافق واحد كذبوه. ما بصح من بعد ما شفناش ناس يقصفوا في الصحافة الفرنسية، لأن الصحافة الفرنسية ترسل براوات مع الفوكتير دار الشرع بروسيات صوالح، ما يسمعوهاش هذيك. الصحافي فرنسي ولا تعايلة ولا بنه يطلع عنده الفيديو يرسل له الفوكتير، هذه هي. وكتب حسين جناد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن لاعبين أكاديمية الفار بسيدي بلعباس والمشاكل، يعني والمشكل دراستهم، باش يكون على بالكم. حسين جناد هو الأول اللي هدر على هذه الأكاديمية في بلعباس، هو الأول هدر عليها، تكلم عليها وباللي ولادكم ومنا وراهم ما صايبين ما ياكلوا. صح، واش هدر يعني صح، ما كذبش، ما كذبش، انتم تبغوني يكذب عليكم. هو ما كذبش، هو قال بلي يا ودي راكم تيك تونك، الدراهم مكاش. 1200 مليار راحت ولا عمي، وزيد لها 4 ملايين دولار تاع اللي ربحوها تاع كوب دافريكا ولا عمي، وزيد وزيد وزيد. جابوا بوقرة مسكين، جاب 61 مليار، جاب 91 مليار تاع كأس العرب، لحسوا منها 61 مليار، وراحوا جابوا نقطة وجاو. نورمال مو تردوا الدراهم، ما نورمال مو تردوهم ذوك الدراهم اللي ديتوهم. والله تحية تاع الآخر، ذاك رئيس عسكري هو تاع الارمي، هذاك كيسموه غينيا، هذه اللي لعبنا معاه، وقيل هذه اللي لعبنا معاه، وقيل قال لهم تخرجوا برومي تور تردوا الدراهم تاع التربص، يخسرنا عليكم التربص، يخسرنا عليكم ماكله ماكله لي فري كاع. قال لهم تخرجوا برومي تور، فاتوا الدوزيام تور، راحوا الدوزيام تور هذه في 2019، مي تلاقينا بهم دوزيام تور سلكوا. قال لهم تخرجوا برومي تور تردوا دراهم الطياره، دراهم الاوتيل، دراهم الماكله لي فري. قال دايرها لهم كاع ورقه، قال ما شعر تردوا ودوروا بدوه. حنا يدوا 61 مليار قدام لا يلعبوا، خرجنا بنقطه، هذه 61 مليار. غير مثال، هذا المدرب اللي راه يدي 3 ملايين و 500 و 700 ألف أورو في العام، هذا المدرب، هذا اللي طاها له نورمالمون تعيطوا له تحاسبوه. روح ماشي المدرب، مدرب ضربكم جابوا له سيمي تاع دراهم يديه على بالوش. بصح انا نقول هذا اللي طاها له، هذا اللي قالبك لي سنيال، هذه لي سنيال خيانه كبيره. هذه هي 3 ملايين اورو، ثلاثه تاع لي زاكاديمي 100 مليار، شحال مليون اورو، شحال يطيح مليون اورو؟ قيل مليار جزائريه، كيما هكا مليار جزائريه، مليار مليار مليار، ما يفوت لهم شي، ما يخدم ساقا، ما يخدم كي مليار مليار اورو، شحال يطيح مليون اورو؟ وقيله 100 مليار مليون اورو، وقيله والله ما على بالي الدراهم، نتوما حسبوا. المهم يدي 72 مليار في العام، ضربك 72 مليار في العام، ايوا نقلبوها كيما هكا، طيح له 72 مليار في العام، 72 مليار في العام. يا ود عمي لا اله الا الله، حمار يقولوا له الهوك، يقول لهم والله ما نهوك، عندي 72 مليار، يعني كاين الهوك انا ما نهوكش. ما ثم ولا عمي
هذا اللي سني لك هذا العقد نورمالمون يتحاسب. خيانه هذه، خيانه هذه، هذا الدراهم هذو خيانه هذه. دراري ما صايب شيء ياكلوا في اكاديميه، مدرب يدي 6 ملاير في الشهر، 6 ملاير في الشهر، شحال غادي ياكلوا هاد الدراري هذو؟ ياكلوا 6 ملاير، اكاديميه تاع بن العباس تاكل 6 ملاير؟ المدرب هذا نورمالمون تعطيو 30000 اورو، 20000 اورو، كيما اليو سيسي، اليو سيسي يدي 20000 اورو، هاي كي راني نقول لكم كيما هاك، راني جايبها من الرسميه، وليت عزمو بالليل، والله لا من الرسمي، يدي 20000 اورو، نتحدى المخير فيكم، 20000 اورو، والسيد قال لي مين يخلص لي فري منا تاع الدو تاع لي زامبو وكلش، تبقى له 19000 اورو، قال لي صافيه يديها 19000 اورو صافيه، باش ندخلك بلا براسك. على بالك بلي على بالك بلي خلصه تاع مدرب، واللي راهم يخلصوا اللي تأهلوا لكأس العالم راهم على بالكم شحال يدي سونغ سونغ ربحوا، على بالكم سونغ شحال يدي ولا ما بالكمش. غادي نقول لكم غادي سوف إلى أصحاب القلوب الرهيفة، على بالك شحال يدي سونغ يدي 13000 أورو، 13000 أورو ربح 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 3 ملايين، 3 ملايين و 700000 في العام، 3 ملايين و 700000 ربحها في العام، سونغ 13 يدي 13000 اورو، هاي تشوف. وقال حسين جنات في منشوره حول موضوع مبلغ مليار و 800 مليون سنتيم هو سبب حرمان لاعبي الأكاديمية الفاب بسيدي بن العباس من مقعد الدراسة، مقاعد الدراسية. وأضاف فعند افتتاح هذه الأكاديمية تعاقدت الفاف مع مدرس مدرسة خاصة تشرف على تدريس لاعبين، لكن الاتحادية بقيت تتماطل في تسديد مستحقات المدرسة الخاصة إلى أن بلغ الرقم مليار و 800 مليون سنتيم. وتابع الصحفي حسين جناد، ومع أزمة مالية الخانقة والتي تمر بها الفاف أغلقت الأكاديمية أبوابها وتم تسريح كل اللاعبين. وقال ومع ضياع حلم تألق رياضي حول أوليائهم تسجيلهم في مدارس تقع بمقر سكنهم لعلهم يتألقون علميا، لكن مديرية المدرسة الخاصة في سيدي بن العباس أخذت ملفات اللاعبين قائلا لأولياء مشكلتي مع الفاف وليست معكم، وإذ لم تدفع هذه الأخيرة مبلغ كامل فلن أسلم أي ملف لصاحبه، ليجد هؤلاء الشبان أنفسهم ضائعين لا رياضة ولا دراسة. اختتم للعلم حسب مصادر من أكاديمية ليست مدرسة خاصة وحدها والتي تدين بمبلغ مالي للفاق، ولكن هناك مؤسسات أخرى، حيث وصل المبلغ الإجمالي للديون حوالي 5 ملايير سنتيم. يعني مدرب يدي 6 ملايير، يدي 6 ملايير في الشهر. ايه مالكم ايه والله لا انتم والله لا اله الا الله محمد رسول الله. مدرب يدي 6 ملايير في الشهر واكاديمية باش تكون لنا، مدرب يدي 6 ملايير، حنا كنا نحوس على مدرب اللي اهلنا، ماشي مدرب يخسر ويجي يقول لك عندي ملف ثقيل. هيا وين راه ملف ثقيل تاعك؟ هيا قلنا وين راه ملف ثقيل؟ هيا خلينا صح، خلينا كاع سما حقرنا كاع سما دار كلش، وين راه الملف الثقيل باش تاكلوا الوقت الارصيده تدخل هذا مكان ياه هاكا ياه. بعد يجي يقول لك انايا انا جيت عندي عقد مع الشعب. يا ودي ما عندك لا عقد مع الشعب لا والو، انت نهار اللي نيغوسيت علاه خرجت قلت للشعب اي راني جاي بنجيب 78000 اورو، انت نهار اللي جيت ب 78000 اورو، والله اللي بغيت تزيد مع زاتشي، قلت له لا انا عقدي 78000 اورو مع الشعب، لا انت من الطرقيات وكل شيء، وماكش تهدر لا ثورة لا مجاهدين لا والو، ماش راك تهدر. او كي نكشفت 278000 اورو راك ساكت، او تبدلنا لا وطنية لا والو، قصروا علينا راك تقصر علينا كيما هاكا صاحبي. أمالك لما تنساو أعطونا جيم
كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو باش ديما معكم جديد، وربي يحفظكم خاوتي. سعيدكم.